مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وخلال الحياه اليوميه ومع المشاعر اليوميه ومع السلوكيات اليوميه، في بعض الحركات اللي ممكن تعملها النساء تضر بصحتها وتضر بجسمها. يا ترى ايه الحركات اللي بتمارس يوميا وممكن تؤدي لضرر جسدي للسيدات؟ ده اللي هنعرفه معاكم مع ضيفنا اللي مشرفنا، الاستاذ محمد الحاج، اختصاصي في العلاج الفيزيائي واعاده التاهيل. برحب بيك معانا. اهلا اهلا بحضرتك. الحقيقه احنا يعني يمكن قبل الهوا كنا بندردش، وقلت لي هنتصدم النهارده بحركات كتير. صحيح. ولكن الاول احنا عايزين نرسي قواعد، وعشان نرسي قواعد لازم نفهم الاول تكنيك الحركات الغلط قبل ما نقول ايه هي الحركات الغلط، لان مش هنقدر نحصي كل الحركات الغلط في فقره بسيطه. عايزين نتكلم الاول على الحركه الغلط، ازاي اعرف ان الحركه دي ممكن تكون حركه ضاره بجسمي، لان احنا يعني في الحياه اليوميه بتبقى الام بتشيل ولادها، داخله المطبخ بتنظف البيت، بتشتري حاجات من السوبر ماركت، وبعدين تكتشف ان الحركات اللي كانت بتعملها دي حركات مش مظبوطه. ازاي الاول نعرف نحكم على اي حركه ان احنا كده بنتحرك بشكل مش مظبوط؟ طب قبل هذا كلياته نحن بدنا نعرف شو هو عمل ربة المنزل. حسب تصنيف الأمريكي، ربة المنزل الأعمال اللي هي بتقوم فيها إذا بدنا نفندها بالتفصيل فهي عم بتقوم ب 17 وظيفة بنفس الوقت. شفت بقى احنا هيرو ازاي؟ 17 وظيفة مي كلمة هيني. عالميا عدد ساعات العمل نحن إذا بدنا نعتبرها مهنة، يعني عدد ساعات العمل 8 ساعات. هي يومين عم تشتغل ب 12-16 ساعة. بس أنا لما بتشتغل بقى مع شغل البيت يعني. الله يستر من مقابلة اليوم. ربنا يبارك في صحة الجميع يا رب. وعايزين نعرف يعني الحركات دي بحيث ان هي حتى وهي بتشتغل يعني مش تبقى 12 ساعة في الآخر تلاقي نفسها بعد كام سنة ربنا يعافي يا رب بقى عندها مشكلة صحية مخليها لا عارفة تشتغل شغل البيت ولا عارفة حتى تلاقي صحتها الكويسة. رح نحكي عنه من كتر ما عمل ربة المنزل صعب كتير. بتعرفي قديش متوسط الدخل السنوي؟ ايوة 54,000 دولار. ربة المنزل؟ ربة المنزل وهي قاعدة في البيت؟ وهي قاعدة في البيت. اذا نحن بدنا نحسب الاعمال هي عم بتقوم فيها وعلى مبدأ البارت تايم وعدد ساعات محددة، فبيطلع ربة السنوي 54,000 دولار. فتخيل انت معناتها الضغط اللي هي عم بتقوم فيه. يا نساء العالم اطلبوا مرتبات من ازواجكم. ايوه عمالك الله يستر. ايوه. طب نحن حكينا هلا عن الحركات الغلط. اي حركه بتكون فيها ربة المنزل عم بتسبب لها بعد ما تكون فيها من مده 10 دقائق لربع ساعه الم، هي معناتها حركه غلط. هذا المقياس. المقياس، هذا المقياس العالمي. اذا نحن بدنا نحكي عن العمل ضمن المنزل، هل ربة المنزل، خلينا نحكي بالشرق الاوسط نحن، يعني اكيد مره نعمل مقارنه بين ربة المنزل بامريكا مثلا او بكندا وبين ربة المنزل العربيه، الله يكون بعون ربة المنزل العربيه. الله بتتعب وبتشقى عيني عليه. عجبك الحكي كثير. طيب عجب كل الستات اكيد، بس المشكله مش في انه يعجبنا، المشكله في انه يطبق. راح نحن نحاول نطبق. عدد ساعات العمل عم بتكون 12-16 ساعة، هذا الشيء عم بيكون غلط، فهي بدها تحاول تاخذ راحة. اثنين، الحركات اللي هي عم تعملها غلط. طب يعني أنت رح تقدري أعطيني مثال مثلا شو ممكن إني تعمل حركات غلط؟ واحد، الأعمال المنزلية، بتلاقي ربة المنزل ما شاء الله بدها تقوم تحوس البيت. تحوس البيت يعني تنظف البيت. أيوة يعني. تنظف البيت. ونفرض البيت مساحته إذا نحن بدنا نحسب كعدد ساعات عمل وصولا، هي بتحسن تعمل تنظيف للبيت يوميا غرفتين فقط. بتطلع البيت العربي 7-8 اوض، بدها تقوم تخلصه كلياته بنفس اليوم. المفروض ان الحد الاقصى غرفتين بس في اليوم تنظيف فقط. طب عايز اعرف بقى نوعيه تنظيف الغرفتين دول، لانه غالبا يعني الستات البيوت بياخدوا يوم الجمعه ده من اوله لاخره، او حتى العاملات تنظيف في الشقه كلها يوم واحد، وكل يوم بتاخد الشقه كلها على الوش. انا عايز اعرف نوعيه التنظيف اللي بتقوم فيها في الغرفتين دول ازاي؟ نوعيه التنظيف نحن عم نقول غرفتين بما يعادل 4 ساعات فقط. يعني ما لازم يطول 4 ساعات، هي بتكون عباره عن تنظيف باستخدام سوائل معقمه، باستخدام سوائل مطهره، ازاله الغبار، عدم حمل اوزان ثقيله اكثر من 15 كيلو، بما يستغرق 4 ساعات، هذا هو التنظيف اليومي. طيب نحن بنلاقي عندنا ست البيت ما شاء الله عليها بدها تقوم تنظف، بتشيل السداج، راسها والف سبس، بدها تعني تغسل السداج. يا اختي الله يرضى عليك، هذا الشغل ما هو شغلك. يعني في شركات تنظيف سداج لهم بيجوا بياخذوا السداجه بنظفوها. حبيبتي عايزه توفر لجوزها ال 54,000 اللي انت بتتكلم عليهم دول سنويا. بس ولو كان غلط عم تاذي حالها. يعني هلا جسم المراه كتحمل اكبر بكثير من جسد الرجل. الفرق بين جسد المرأة وجسد الرجل، جسد المرأة فيه تحمل أكبر وبيشتغل عدد ساعات أكثر،
ولكن مقدار القوه بيكون ضعيف. طب ازاي مش الكتله العضليه عند الرجاله اعلى والمفروض ان ربنا سبحانه وتعالى خلق طبيعه الرجل للعمل والكبد خارج المنزل وبالتالي المفروض ان هو قدرته على العمل وقدرته على المجهود العضلي تبقى اعلى؟ هذا الحكي غير صحيح. ايوه الرجل بيحسن يشيل اوزان كبيره 60 70 100 كيلو بيشتغل 7 8 ساعات بيتحمل هذا الشيء، بس انت جيبيه خليه يشتغل بالبيت والله اسبوع مره يحسن يطول، لاني عدد ساعات العمل طويله، فمن لاي مثلا ربت المنزل بدها تنظف سداج بتروح بتضل ساعتين ثلاثه عم تغسل السداجه، هذا اول شيء غلط، ليش؟ لاني عم تتعرض لسوائل كثير، جسمها عم بيتمدد، فشو بيصير؟ ان احتمال تاخذ برد اكبر، مثال اثنين اذا كان في عندها عوارض او روماتيزم كامن على البرد بتلاقيه مباشره طلع. البقهرني اكثر شيء بتغسل السداجه بكون وزنها 60 70 كيلو بدها تشيلها تحطها على راسها بدها تروح. انا كنت لسه هقول لك يعني غسيل السجاده والصابون والميه سيبك منه، مشكله فعلا في شيل السجاده ورفعه. طيب ليش؟ على فكره قبل ما ادخل انا هلا عمل مقابله في زميله لي خبرتني قالت محمد الله يرضى عليك احكي عن موضوع السداجه، لاني هو ازاها شالتها حطتها على راسها صار معها فتق نولبيه ولهلا هي عم تعاني منه. يا ساتر يا رب. الطبيعي اختي لا تشيلي، الله يرضى عليكي لا تشيلي، تركيها خلاص على بالك في شركات سداج نطفي، ما بدك تنطفي انت حطيها بمكان بحيث لما تكون رطبه وزنها ثقيل لا تشيليها، بعدها روحي نطفيها، طب انت خسرانه شيء؟ ما انت خسرانه. التفاصيل الصغيره هي لما هي ست البيت بسبب اهمال منها وعدم مبالاه الرجل، التنتينها اهمال المراه وعدم مبالاه الرجل عم بتصير هي وضعها هيك. في الاخر ما حدش هيفيدها وهتصرف يعني الوف مؤلفه على العلاج، ربنا يعافي. ما حدا رح يحس بألمها اللي هي عم تعاني منه، وخاصة لما بتلاقيها الساعة 2 3 بالليل قاعد فيها عم تقول ظهري عم بوجعني، عم تقول ركبي عم بوجعني، ما عم بحسن انام، وقدرة التحمل عندها كثير كبيرة أكثر من الرجل، الرجال بنقوا كثير على فكرة، يعني إذا ركبته أو رقبته أو إيده وجعته بضل بقول أي أي وبيخرب الدنيا كلها. الشارع كله بيعرف إنه تعبان، بس التعني بتعلي في صوت الله كلياتها إني تعرف إن إيده عم توجع، بس المرة ما هي رح نحكي مثلا عن المطبخ. في كثير تفاصيل هلا بدي احكيها، بدي النساء ربات المنازل اللي ركزوا عليها جدا مهمه. انت وقت بدك تروحي تجلي اهم نقطه اني انت وقت بدك توقفي تجلي تغسل المواعين، يعني ايوه اني تغسل المواعين، ما يكون المجلى واطي كثير ولا يكون المجلى عالي كثير. هلا اذا كان واطي كثير معناتها هي عم تميل جسمها، بما انه عم بتميل جسمها معناتها بصير في ثقل على عضلات الظهر زياده، بتلوي العمود الفقري. واحد اثنين بتلاقي يكون عندها جلي وبدها تمسح وتنظف شغل ساعتين ثلاثه وتخلصها بنفس الوقت، لا معلش انت اشتغلي 15 دقيقه روحي اعملي فنجان قهوه خمس دقائق اشربي بعدها ارجعي قومي كملي. يعني ما يحلاش فنجان القهوه لما الحوض يبقى خلص يعني والمواعين خلصت. غلط غلط غلط، عم تشتغل ساعتين هذا الشيء عم بيأذيها، يعني حتى انتبهي اي ربه منزل عم تشتغل عم تخلص الجلي، هذا مثال بسيط عم ترجع عم تقولي انا ظهري شقفتين ما عم بس اني اتحمل. طب ما اوكي الحق عليكي، ليش انت عم تعملي هيك؟ هذا جسمك له حق عليكي. صحيح. يعني اشتغلي 15 دقيقة، خلص روحي اعملي بريك 5 دقائق، بعدين ارجعي كملي شغل. مثال الطبخ. بتلاقي مثلا بدها تعمل طبخة عند عزيمة، بتعمل طنجرة هيك وزنها شي 30 كيلو. بدها تجهزها بعدها تشيلها كلياتها وتشيلها بحركة مفاجئة، غلط مشان تحطها على الغاز. طب أنت ليش عملتي هيك؟ خلص أنت في عندك الأكل عم تجهزي، أول شيء شيلي طنجرة فاضية، حطيها على الغاز، بعدها أني ملي الاكل فيها، انت رح تكوني اوريدي جسمك واقف ورح يكون واقف بشكل سليم، فاني انت ما بتاذي حالك، اوزان ثقيله ما عم بتشيلي، لو طولتي دقيقتين ثلاثه اربعه خمس دقائق ما في مشكله، بس صح يعني لجسمك افضل، صحيا افضل. يعني هل التفاصيل هي ما بتنتبه عليها؟ شاهد شاهد من اهلها، حضرتك كده هتخلي في ثوره هتقوم عند الستات ومش انا السبب، انت السبب يعني. اتكلم لك عن التنظيف. ايوه انت كده اتكلمت على بعض المحاذير اللي بتتعمل بشكل يومي، قلت مثلا غسيل السجاد ممنوع منعا باتا، اي ست تغسل سجاد وتشيله. ايوه اللي قلت على الغسيل على التنظيف ممنوع التنظيف اكثر من اربع ساعات في اليوم الواحد. ايوه قلت ممنوع الشيل اكثر من 15 كيلو في اليوم الواحد برضه بالست وانها تحركه من مكان للتاني، وقلت كل ما بين كل 15 دقيقه تاخد بريك خمس دقائق. فوق كل هذا كله في طريقه تنظيف الارض المصريه، ما شاء الله المراه المصريه واحترامي الكبير لها بتلاقيها بتنظف بطريقه سريعه ولكن غريبه وعجيبه، اني ما مسحت الارض بتشيلها بتحطها، هي بتكون واقفه وبتماطل بتمسكها وبتضل بتتحرك، يعني ما في ولا مره بالعالم بتحسن هي بتعمل هالحركه. بس يا اختي هالحركه غلط كثير عليكي،
يعني بتلاقي مثلا صالون مساحته 40 متر مثال، بدها تمسحه كلياته بهالوضعيه. طب ما اوريدي انت الوضعيه اللي انت فيها غلط، مسك الممسحه غلط، عم بتطبي ضغط على ايديكي وعلى رقبتك غلط، عم بتتكلم على الفوطه بتاعت الارض، مش بتتكلم على شرشوبه زي ما احنا بنسميها اللي هي ام دراع دي. ايوه مو هي ام دراع، على هي الفوطه اللي في الارض اللي بتحطها بتمسح، هي اكبر حركه غلط. تركيا روحي خذي هي ام الشرشوبه وخلصي التنظيف ورجعي عادي. ما هو في ستات ما بتعترفش بتنظيف الشرشوبه، لازم الفوطه كده عشان الدنيا تبقى والله هي مشكلتها معك، وجع ما تروح لعند دكتور. بس صار في عندها مشكله ديسك انزلاق غضروفي، صار في عندها تشنج عضلي، خلص خليكي قاعده بالبيت روحي خدي مسكنات. مش مهم تنظف، روح هات واحده تنظف البيت عشان يبقى بيبرق وبيلمع، المهم الست تحافظ على ظهرها وعلى جسمها. يعني خليكي عم تعملي توازن. انت بالاخير ربة منزل، وربة المنزل يمكن من اذكى النساء على الاطلاق. هي رح تحسن تعمل توازن بين امور شغل البيت كلياته. حضرتك ذكرت نقطة مهمة، قلت مهم ان الست ما تشيلش الاوزان الثقيلة فجأة. خلينا نشوف بهالوضعية عم بيصير في ضغط شديد على المنطقة القطنية او منطقة اسفل الظهر. فبيكون هذا اكبر محرض لحدوث الديسك او الانزلاق الغضروفي او التشنج العضلي الحاد. طبعا بالوضعيات الثانية إذا أنت بتلاحظي لما بده يجي يعمله، شوفي الضغط هون قديش بيكون. لما نحن بدنا نحكي عن الحركات الثانية وبدنا نطبقها، لاحظي مثلا عم بيعمل حركة معاوضة، عم بيرفع رجله مشان يعمل مثل توازن قوى أو توازن ثقل، يعني ثقل القسم العلوي من الجسم بجهة، المحور هو الطرف السفلي المستند عليه، الطرف السفلي الثاني خلاه مثل ميزان صاير. فبهالطريقه مو صار في ثقل من الطرفين، اني عم بيحمي العمود الفقري المنطقه السفلى منه من اي تشنج او اي حركه غلط اني ممكن تاذيه. بس اعتقد الوضعيه اللي فاتت دي ما كانتش تنفع الاوزان الثقيله. ايه طبعا طبعا ما راح تنفع هي الاوزان الثقيله. بالنسبه للاوزان الثقيله اجباري بده الشخص ينزل على مثل ما بقولوا بالعاميه كرافيسه او ينزل على ركبه. زي كده مثلا؟ هي وحده من الحالات الاوزان الخفيفه، هي ما بتصير الاوزان الثقيله. الأوزان الثقيلة لازم ينزل على الطرفين السفليين مع بعض، يخلي ظهره مستقيم بشكل كامل. وضعية القرفصاء. وضعية القرفصاء ايوه، ويرفع الجسم. اذا كانت الاوزان اكثر من 10 كيلو ها هي الوضعية الصحيحة. الاوزان اقل من 10 كيلو بيحسب بيرتكي على طرف وبيشيل بطرف. بس هي وضعية القرفصاء دي برضو استاذ محمد بتبقى محتاجة رشاقة عالية عشان الواحد يسند نفسه ويقوم بالثقل اللي هو يعني شايله، فالناس بتستسهل الوضعية الغلط. إذا كانت المرأة بتعرف حالها ما عندها رشاقة عالية أو مثلا صار عندها أي مشاكل منعتها هي من الرشاقة، لا تشيل معها الغرض، تتركه. أنا شايفة هنا في الصورة شايل الثقل اللي هو بتاع الجيم اللي احنا متعودين عليه وبيشيل ويرفع بيه، هل دوت بيساعد في مسألة الحفاظ على الجسم صحي وسليم؟ هذا بيحميه من حدوث الإصابات. فقط. ولكن هل هي تعتبر رياضة؟ أكيد لا تعتبر رياضة. هل هي هل نوع من انواع الرياضات مناسبه للمراه ربة المنزل؟ اكيد ما هي مناسبه لا لا، لان هي الهموم اللي عندها لحالها بتكفيها، ما في داعي تعمل شيء جديد. الله يعين الستات. طيب انا عايز اسال حضرتك على سؤال كنت بطرحه من مع واحده من صاحباتي كده من فتره، موضوع الشيل الغلط والحمل الثقيل وتاثيره على الجسم وعلى العظم وعلى العضلات او العمود الفقري بالذات الفقرات القطنيه في النهايه او العمود الفقري من فوق والرقبه وكده. ليه جدتنا زمان كانت ما شاء الله تلاقي واحدة فيهم بالسبعين سنة وعندها لياقة بدنية عالية جدا وعندها قدرة على حمل كل الأثقال دي وتنظيف البيت وترتيبه ومش عارفة بما عندها بعض الحيوانات اللي بترعاها في البيت، زائد انها بتطبخ وبتغسل وبتعمل مجهود أكبر من الستات اليومين دولت بيعملوه، وكان عندها ما بتعانيش من كل المشاكل اللي بنشوفها دلوقتي. التكنولوجيا دمرت الإنسان. إذا بتذكري في مقابلة من قبل حكينا عن أضرار الموبايل على جسم الإنسان. طب إذا نحن نحكي عن هذا الشيء، هي مشكلة واحدة. اثنين، وضعيات الخمول، وضعيات الجلوس الخطأ، كثير في أعمال خطأ عم بتكون يعني عم تأذي جسم الإنسان. فأنت ما تقارني، لكل زمان رجال ونساء، فأنت ما تقارني بيناتهم. وحتى مثلا بدنا نحكي هلا عن المرأة الحامل والطفل يعني حمل الطفل ورضاعة الطفل كلياتها، شو هي ممكن تعمل؟ طب
طيب قبل ما نتكلم عن الست الحامل والست المرضع وتأثير الحمل والرضاعة على عضلاتها والكلام ده، نقطة ممارسة الرياضة، ستات كتير بتقول لك أنا بشتغل أهو حضرتك بنفسك اللي قلت 12 ساعة أو ممكن 16 ساعة يوميا، فده بيغنيني عن أي رياضة وإن أنا أنزل جيم وإن أنا أقعد أعمل الحاجات اللي بعض الستات بتعتبرها رفاهية، يعني رفاهية وقت ورفاهية فلوس. فهل الرياضة يعني يمكن الاستغناء عنها بالأعمال المنزلية؟ أكيد لا. ليه لا؟ لأني الرياضة شو هي؟ شو الغاية منها؟ هي تمرين العضلات، تنطيطة، تنشيط الثروة الدموية، تقوية العضلات، إعادة التوازن الكامل للجسم. أما شغل البيت كله عبارة عن شغل 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 تعب. أنا رح أعطيك مثال بسيط. تجي رمة منزل مثلا بدها تلف يبرة أو ورقة العنب أو بدها مثلا تعمل تمشي، بتضل هي قاعدة. رح أعطيك مثال أنا، بدها تضل هي قاعدة بهالوضعية صح؟ بدها تضل ساعتين ثلاثة، بس اعمل هيك ما أطلع رابطة لقدام وأعمل إيديها هيك عم تعمل هالحركة. هالحركة بتلف ساعتين كثير في 10 دقايق. مثلا بيقولوا لي طب هي تعتبر رياضة؟ يا اختي الله يرضى عليكي ورياضه بالموضوع، اذا انت كتافك عملتيهم بهالوضعيه لفترات طويله كثير ما ريحتي حالك، صار في عندك اجهاد عضلي بالمنطقه الخلفيه الرقبه والاكتاف، فانت اذيتي حالك. لو انت بدك تشغلي هذا الشغل معناتها انت بعد ما تخلصي روحي اعملي رياضه رجع التوازن لجسمك، روحي اعملي رياضه رجع اعملي تنشيط دوره دمويه، يعني تعمل شغل البيت وبعدين تعمل رياضه عشان ترجع التوازن للجسم والحيويه كمان. طبعا طبعا. طب اقل مده رياضه نقدر نقول قد ايه في اليوم الواحد عشان او في الاسبوع، خلينا نقول في الاسبوع لا يعني لا خلينا على اليوم الواحد أفضل. على اليوم الواحد عشان الست تكون جسمها فيه نوع من اللياقه ما تتعرضش لاي مشاكل في جسمها سواء بسبب العضلات او غيره. اذا هي حمت حالها وامتنعت عن الحركات الغلط والوضعيات الغلط، اذا علمت هي كل يوم 15 دقيقه تمارين ايروبيك وتمارين زومبا، هذا الشيء كثير ممتاز لها. صدق انا بتحمي حالها من كثير مشاكل. ودلوقتي الايروبيك والزومبا وكل التمارين المختلفه دي اي واحده تقدر تجيبها من اليوتيوب وتفضل مشغلها لمده ربع ساعه وتعمل نفس التمارين عشان تحمي نفسها. صحيح. أنا بشكرك جدا في النهاية، يمكن لسه ما كلمناش عن المرأة الحامل والمرضع، ممكن نخصص لهم حلقة إن شاء الله قدام ونشوف إيه الحركات اللي ممكن كمان يكونوا بيعملوها غلط وتأثر على صحتهم بالسلب. الله يستر معناتها من الحلقة القادمة كمان. إن شاء الله ربنا يرزق الجميع الصحة والعافية يا رب. الله يخليك. بشكرك جدا في النهاية الأستاذ محمد الحايكي اختصاص العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل، شكرا جزيلا ليك. شكرا لك. شرفتنا، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت مع حلقتنا النهارده من بيتنا احلى، اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا 12:30 ظهرا بتوقيت القاهره وحلقه جديده من بيتنا احلى.